هل تشعر بالحيرة في اختيار تخصصك الأكاديمي؟ ما عليك إلا أن تكون معنا في معرض التعليم العالي إيديوفير الافتراضي من 1 إلى 3 يوليو 2020. سيتم عرض البرامج والمسارات الأكاديمية لمجموعة واسعة من الكليات والجامعات المحلية والدولية، كما سيكون هناك عدد من المحاضرات والورش التفاعلية بالمواضيع التي تهمك، إضافة لإمكانية الدردشة الفورية والاتصال الصوتي والمرئي مع المؤسسات المشاركة. سجل الآن إيديوفيرأمان.com